السلام عليكم مشاهدي قناة خديجة فلوج. اليوم جيت نشارك معكم هاد الخبيزات معمرين بالكفتة أو اللحمة مفرومة، وهذا سفنج مغربي بطريقة أمي الله يرحمها. إن شاء الله نتمنى ينال إعجاب ديالكم وفرجة ممتعة. او اللحمة المفرومة استعملت فيها طماطم وفلفل اخضر، ممكن تستعملوا اي نوع من الخضار، وهنا استعملت الموتزاريلا تشيز حسب الرغبة. انا كنت ديجا شاركت معكم بحال هذا الفيديو، غادي تلقاو في قناة ديالي نفس طريقة العجين، وان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذه الوصفة كتجي رائعة وبصراحة جاو بنان وهشاش زوينين للغداء او في الكوتي. شكرا لكم على المتابعة. كندهنهم بمح ديال البيض وشوية الحليب ونسكافيه، وكندخلهم الفور على حرارة متوسطة حتى كيطيبو من الجانبين، يعني تقدموهم مع الشاي او القهوة. Thank you.
اللي كيدخلوا القناة ديالي وكيستعملوا ديسلايك او يعني غير اعجاب للقناة ديالي، كنقول لكم بلي اليوتيوب ما كيأثرش عليه هاد ديسلايك، غير مجرد يعني ما عرفش حقد او غيرها. انا عندي معجبين بالقناة ديالي، الله يخليهم ليا والله يحفظهم ليا، وهم اللي كيشجعوني انني نستمر في القناة ديالي، اما الباقي فلا يهم.